رجعنا لكم في الويكاند ونرجع تود سويت لسليم اليحيوي معنا بالتليفون. مرحبا يا سليم من جديد. مرحبا بك. اي صافا تو نسمع فيك 5 على 5. قل لي احنا وصلنا انه انت قلت متطوع في في دار مسنين وتعاونوا الناس اللي كبار في العمر من ماكلتهم لبستهم صحتهم. احكينا ما زلت متطوع للقاعده نتاعك ولا باش تبدل البلاد كما عودتنا؟ كالعادة طبعا على خطر ان الفيزا بشهر روني دونك فيزا كامل شهر نتاعي ومن بعد كيف معناها نشوف ديستيناسيون اخرى نزيد في بلجيك بلاد اخرى وعلى اكسبيريونس اخرى وكلام. وعجبتهم الملاوي والشاباتي في بورما؟ الملاوي خاصة هو هي عملت الملفوف هذاك الملفوف الشاباتي عندنا برشا دي فولونتي معناها من بار تبدين امريكا انجلترا المانيا كل نهار كان يسكن يطلب في الروز الابيض الروز الابيض حاطين معادتي نجمي كنت برا نجرب نعملهم قبل وفي البلاصه اللي فيها ما عندهم استعداد دونك يطالبوا على حسب قلت خل نجرب وكتبت دونك زاد بادي والعباد اللي طيبوا طيبوا معناها كما تشوف شاب بيديو طيبوا معناها في الشارع في الشارع كل شيء في الشارع يتعمل له واضح. شنو الحاجات اللي تعلمتهم من التجربة هذه يا سليم؟ برضه هي معني كل خاصة الادابتاسيون معني كل شهر شهرين في بلاد جديدة لغة جديدة ماكلة جديدة تخمين جديد معني الادابتاسيون من كل من بلاصة لبلاصة أخرى معني هذيك معني فعلا حتى ريسيون حتى فما مشاكل حتى حاجة معني تتأقلم معاه باهي معني علاقتها الحاجة اللي في السياسيون معناه متعرفش في حاجة تنزل كثير معناه تتخذها معناه تخسيبسيون معناه حتى مشكلة كنت حاجة تطورها مشكلة تاني معاك مشكلة معناه تولي دي معناه ذيك حاجة تتخذها معناه جدو في قبول معناه تقبل عبد الدخلين معناه بدينهم ثقافتهم في شيء متخيجي زيزة معناه كاللي تحكم على خطر بركة أو خاصة نعيشوا معناها مع بعض مع بعض مثلا دي فولونتير في البيت ولا مع بعض اخرين دونك زاد ما تحكمش على العباد من معناها في اللغه ما لقيتش مشكله في اللي لونغ فما موجوده من معناها مع كوريا وجابون قريب معناها في كوريا في جابون سينو معناها معناها بالبادي لانجوج وين في ميانمار دونك معناها بدي لانجوج وبعد فما زاد حاجات معناها نعملوها مثلا بالليجين وما عندهم معنى اخر في بلدان اخرين دونك واحد لازم يكتب اللون معناها مثلا هون كي تعمل باي باي هكا جدك تعمل باي باي معناها عباره لا في كمان في حكومه فما هندسين اخرين احنا مختلفين في المفهوم نتاعهم حتى معناها كونتخيل حاجه اخرى زي ما بدي لانجوج واضح يا سيدي واضح. ميانمار يعني حاجة اكسبيريونس يعني ديفيرونس برشا على خاطر كما قلت في بالك حكيت المشاكل العباد كلها معناها عندها فكرة مسلمين هوني حتى صحابي معناها رد بالك رد بالك رد بالك شنو معناها صعب طيارة على الأخر محلاهم باهيين باهيين على الأخر من أحسن معناها الشعوب اللي معناها بدو الكل يمشي كلهم عباد كلام برشا المشكلة هذيك على حكيت مش كان عن المسلمين هم عن المبارس عبيد الحد المعنى يخدم الديفوندانس سيد تايلان مثلا فما ديكون معنى رفيزي كثير سيد بنجلاديش دونك معنى حاكم مثلا تجوية مع بارتو مثلا هم نتاو في العاصمة يعني نقول معنى جوية معك أكبر من جوية معنى عن نحن في تايل خمس تطورت فيها وحكيت مع المسلمين معنى عادي ايش مع بعض معنى تاخل فيه بالنقاب معنى في قلب العاصمة مثلا كيما انا توقيت بس كيما بس كيما شرح في برجيبه فيها اقل حاجه فيها 4 جمعة كبار عباد يصليوا على بعضهم وصلنا ما بين مشيت معناها من الشمال هبط للجنوب على 6 ايام درت مع البلد الكل اكثر في بلاصه معناها فما زمان معناها حتى كوميونيتي مش برشا مسلمين
مي ماني نشوفها ماني حاجه. شنو البلاد البلاد الجايه اللي باش تزورها؟ جزيره ما نزلت هذيك اكثر حاجه ما عملتش بروجرام تاع ساعات يعني بعد فاليز هذيك فاليز ديما واش بتفتح فيها على خاطر تصمم بالدين كذا هكا واش بديت على فهمت يعني فما شويه تعب بس كل شيء لك جديده كل شيء جديد ماليزيا معناها انا صار شويه كونفور يحكي في السفل ومن ماليزيا ديما نعمل بروجرام تاع ديسكيلا سونجي طيب خاص من واضح واضح يعني مثلا طياره من ماليزيا المغرب 30 دولار دولار 35 دولار 70 دينار تاخذ طياره تمشي لبلاد اخرى واضح من ماليزيا معناها تمشي بخطوط تمشي لاندونيسيا ب 20 دولار تمشي لبلاد اخرى 35 دولار 30 دولار واضح يا سيدي واضح. شكرا لك بارك الله فيك سليم يحيوي ان شاء الله بالتوفيق للمسار نتاعك.